لا والحاضر ما بيتم الخمس البراءة دافعا عن الدعم بانتفاء أرقام جريمة السيد عكس الاتجاه كون المنطقة محل الضبط منطقة إنشاء محور فرصة وحركة السير فيها غير منتظمة وحين الانتهاء من الإنشاءات مما نفع ولقوة إجراء القبض والضبط والتفتيش انتفاء حالة التلبس واختراقها وبالطبع ما تلا من إجراء كما ندفع بالتجاوز في حدود التفتيش الوقائي استحالة إجراء مأمور الضبط القضائي لدفع ورقية متناهية الصغر بطريقة التحسس لا سيما أن منظمة النيابة العامة أثبتت أن المتهم كان يرتدي بطار جنس به أربع جيوب كما كان مأمور الضبط القضائي مكان العثور على اللفافة وقصرت النيابة العامة في استدلال موضع الرسول بنبسة الرقابة كون هذا الإجراء تم وفق الغرض الممنوح له والمقرر له قانونا من عدمه كما ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة حسب الإسناد إلى أن يقرر مأمور الضبط القضائي بقيامه باستيقاف المتهم حالة قيادته سيارة الشرطة ثم الترجل والنزول ثم أمر القوة بالانتفاء ويظل المتهم دون فرار أو تخلص مما يحوزه مما ندفع بانتفاء صلاة المتهم بالانتفاء في محل الاتهام ولانعدام الدليل المسند من المستمد من أقوال شاهد الإثبات لانفراد بها في واقع يستحيل أن يجرى عملية القبض منفردا دون أفراد قوته واختتم دفاعه بالارتباط فيما أسند من جرائم تالية عملا بنص المادة 32 عقوبات. سيد الرئيس السادة الأدباء تعلمنا في هذا المحراب الكريم أن الإجراء يحكم عليه أو الدعوة تحكم عليها من مقدمتها لا من تالي. ادعى مأمور الضبط القضائي أنه شاهد المتهم يسير عكس الاتجاه وما رآه قام بالترجل من سيارة الشرطة ثم أمر القوة في معنى الكلام أن المتهم دراجة بخارية احنا كل الروايات اللي بتيجي أن دراجة بخارية اتعاملت مع المتهم في الاتجاه وفرط ما قدرش يجيبها إلا كل أن مأمور الضبط القضائي يقول أن أنا شاهدت المتهم ثم ترجلت من سيارة الشرطة ونزلت ثم أمرت القوة بالارتفاع كل الأمر ده يؤكد أن الواقعة لا يمكن تصديقها أو قبولها على المستوى العقلي. طيب محور ترسى معالي الريس ده لسه حديث الانشاء انا بعدي منه لان شارع الهرم مغلق فبعدي منه يوميا فالمحور جاي قصاد الكوبري الشارع المقابل واخد اتجاه شويه فحركه المرور اللي بيجي كده بيمشي كده واللي يجي كده بيمشي كده فيها اتجاهات وفيها لخبطه انا احيانا بمشي عكس الاتجاه عشان ادخل محور ترسى لان انا باجي من ناحيه الماروطيه معلش الحاجه الوحيده اللي هي ماشيه صح لغايه دلوقتي والاتجاه فيها سليم الاتجاه من ناحية شبرمان إلى الهرم ده اتجاه أما ومن ناحية الهرم من ناحية شبرمان ده اتجاه ده عمره طويل أما دخول ترسى وكان ده محل عدم منظم غير منظم غير دلوقتي بسبب إنشاء الكوبري فإسناد مأمور الضبط القضائي والإجراء الأول أنه شاهد المتهم يسير عكس الاتجاه يجي يقول بقى وبتفتيش المتهم وبسؤاله عن سبب إنه سيره لم يبدي سبب عدم إثبات إداء السبب هو عدم الطرق لم تستقر بعد والإنشاء ما زال قائم فيها. يجي يقول مأمور الضبط القضائي وبتفتيشه تفتيشا وقائيا عثرت على الاتهام. طب سبق المنظر مع الرئيس المتهم بيرتدي بنطلون جينز. لو قلنا قماش يمكن يدركها ممكن إدراكها. طب في سبيل الموازنة ما بين حق مأمور الضبط القضائي في إجراء مهام عمله وإن يتحسس جسم الشخص دون الدخول في مكمن سر الشخص وبين حق المتهم في بقى يحفظ كرامته لان القانون هنا مش اتجاه اهانه كرامه المتهم لا اتجاه حمايه الشخص
وبما لا يمتهن كرامته، انك انت توصل للفئه دي لو افترضناها لو معايا انا 5 جنيه مطبقه وبنطلون جينز لو اتحسست مش هعرف اوصل لها الا بالدخول في مكمن سير، ده انا قلعته في الشارع معنى الكلام. مع الرئيس يجي مامور الضبط القضائي البراءه مع الرئيس الشارع ومختبر عمر مع الرئيس ولا باسم الدوله. شكرا لك. شكرا لك. فتحي.